قاسي الحلاني. شو هالرابورتاج الحلو؟ بعدين خلص شو بدنا نحكي بعد؟ كل شيء. في حاجات كتير قوي. تكلمت عن كل حاجة. لا ما خبيالك استنى بس. ما فيش حاجة بعد أتكلم بيها. بدي أقول لك أول شيء شو هال الجو الحلو، الديكور الحلو، وأنت طالعة زي القمر دائما ومنتابعك دائما وبتضلي دائما يعني بالنسبة لنا نجمة مشألقة في مجال الإعلام والتلفزيون. تسلم لي، نورتيني النهاردة. عاصي الحلاني مش محمد مزين الحلاني، الاثنين ما بقوش نفس الشخص ولا نفس الحكاية ولا نفس الظروف. فكرتك بمحمد؟ محمد بالنسبة لي هو ما 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 نزعته من داخلي، ما يعني هذا الاسم عايش معي بكل أورائي بكل حياتي، بالأخص بيني وبين عائلتي يعني. ولما بتذكر والدتي ووالدي دغري بتذكر هيدا الاسم، لأنه هني ضلوا يندهولي باسم محمد وضل اسم محمد عايش معي يعني كل الوقت، رغم أنه طبعاً اسم عاصي تغلب بالشهرة وصارت الناس كلها بتعرفني كعاصي. أكيد أنا ما بتكلمش عن محمد كاسم، أنا بتكلم عن محمد كروح، محمد الطفل الصغير. تعال نرجع بقى للبداية خالص، تعال فكرك وانت عندك 10 سنين. محمد هو قاعد وسط سنابل القمح وعمال يفكر انه هو هيبقى نجم، كان حلم بدري شوية. بأمارة ايه وهو كان يعني محلتوش اللاضة؟ صدقيني كنت دايما اقول انه اكيد ما حتصير، ولكن دايما الانسان بده يحلم ويكون عنده طموح بحياته، بس ولا يوم كنت حس انه رح اوصل لعاصي الحلاني. لا مش بس لعاصي، حتى اطلع التي في يعني اطلع التلفزيون. يمكن كان وقتها الحظ لعب دور بانه اللي مرق بالروبورتاج هلا كثير دقيق ومهم، انه لما سالني فعلا الله يرحمه تحيه لروحه سيمو اسمر بيقول لي انت شو انت من وين؟ انا فعلا انا كنت جاي لغني اي لون ممكن هو يطلبه، اي لون ممكن انا يقبلوه اني اطلع فيه. هو حدد لك اللون. فلما سمع صوتي عم غني الفولكلور والتراث اللبناني يمكن هيدي كانت فرصه اسرع انه يقبلوني، لانه كان فعلا قليل اللي كانوا عم بيغنوا هيدا النمط الغنائي بايامه. في عز الحرب كنت بتحلم، الحروب بتقتل الاحلام ولا بتخلقها؟ الحروب بالعكس، إذا كان الإنسان عنده إيمان وعنده إصرار على تحقيق الحلم، بالعكس أنا بلاقي أنه ما ممكن تقدر تلغي أحلامنا، لأنه نحن مرقنا بحروب كتيرة وعديدة وضلينا نحلم وقدرنا طلعنا من الأزمات اللي عشنا فيها، كان أنا أو كان كل جيلي يعني بأيام الثمانينات ونحن أنا مواليد السبعينات، وبعدين عشنا مرحلة الحرب من 75 لـ90، فهذا الشيء ما خلاني انكسر، بالعكس خلاني يكون مصر وصبور وعندي قناعة بموهبتي وأقدر اشتغل أكتر حتى أقدر أبرز نفسي. وانت بتحلم ومحمد اللي أنا مصرة أنك انت بعدت عنه قوي، ما بقيتوش نفس الروح حتى. مظبوط. هقول لك ليه دلوقتي واحنا بنتكلم في خلال الحلقة. كنت ايه الأغنية اللي كانت على لسانك اللي انت كنت بتحس بتتخيل نفسك انك انت نجم واقف بتغنيها؟ لجاوبك قبل على محمد، محمد ما طلع مني حتى بالروح اللي انت عم تحكي عنها، مش بس بالاسم. الظروف تغيرت، الظروف هي اللي بتعملنا. انا ما زلت لغاية اليوم في هذا الطفل الصغير اللي اسمه محمد، اللي بكل شيء بعمله بتذكر يعني عندي ذكريات اللي هي هذا العمر اللي هو ما بين 5 سنين و15 سنة اللي كنت أنا فيهم بالمدرسة وأوقات اشتغل حتى جمع فلوس علشان أعمل أغنية ولا اشتري عود ولا أروح على المعهد. فهدول الذكريات وهيدي الروح اللي أنا كانت موجودة فيي بأيامها ما زالت لغاية اليوم صدقيني هي موجودة فيي، ومشان هيك بحس أنه أنا ماني من الناس اللي كتير تغيرت بحياتي، لأنه بعدني ما زلت بذكر كل هيدي الطفولة وما زلت بذكر كل هيدي المعاناة اللي عشتها، وما زلت إذا بدك حيث لا أدري عايش بهيدي البيئة اللي أنا اللي ملوش ماضي ملوش حاضر وملوش مستقبل. محمد هو وسط سنابل القمح كان بيغني إيه؟ بيتخيل نفسه نجم وبيغني إيه؟
كلمة سنون وفرقت أرميدها بيغيب من عمري سنين. كلمة سنون وفرقت أرميدها بيغيب من عمري سنين. وكلمة العريشة بكيت عنا إيدها بترحل دني بتبقى دني. الله الله يعني هذه من المواويل الأستاذ وديع وأغاني الأستاذ الله يرحمه يعني ربينا عليهم الله يرحمه. مدرسة يعني فنية عريقة كلنا بنفخر بيها. إيه المشهد اللي أنت ما تنساهوش اللي عشته في الحرب؟ من أصعب المراحل اللي مرقنا فيها بالحرب كانت هي مراحل القصف اللي هو كان عشوائي. يعني نحن موجودين في البيوت وما حدش يعرف الأزايف بتنزل فين، وكنا نكون في المدرسة فجأة مثلاً تلاقي قذيفة قذائف، مش قذيفة يعني، كانت أيام درج الرجمات اللي هي بيجي مثلا 33 ولا 34 صاروخ مره واحده. فكانت مراحل دي مراحل صعبه، وكانوا يفتحوا مثلا ابواب المدرسه ويقولوا للاولاد ارجعوا البيوت. فتخيلي احنا في الشوارع، هي غايه ما نوصل على البيت تبعنا من المدرسه بدنا حوالي مشي شي نص ساعه. انت رقم 11 في اخواتك، 9 بنات ما شاء الله وثلاث صبيان. بابا كان مصر يجي الولد؟ أيام زمان كان كل عائلة بتتمنى أنه يكون في عندها ولد، مثل ما لهلأ نفس الشيء، كل العيال بيتمنى يكون في عندهم أولاد وبنات أكيد. فكان أكيد كان الوالد مصر، وكان يعني هو بالأخص أن أبويا هو وحيد، وعائلة أهل بيي يعني بيت جدي مش عائلة كبيرة، في بس عندي عمات اثنين وأبويا وحيد. فكان حابب عيلة كبيرة، كان أبويا عايز يطلع الفرق يعني اللي يعوض. فكان مصر يجيب ولد طبعا، وجاء أخويا الكبير بعد 8 بنات، بعد أخويا الكبير اللي هو حسين، فقال نجرب يعني نجرب نرجع عنه. فجي الرقم 11 كنت، لا جت بنت وبعدين رجع. أنت رقم 11. أسرة على قدها قوي، بسيطة، أب موظف وأم ست بيت، وما شاء الله 13 ولد وبنت. كنتوا عايشين إزاي؟ وصف لي الصورة في البيت الصغير القطين. أنا من مواليد آخر السبعين، اللي هو شهر 28/11/70. ولما خلقت أنا كانوا إخواتي الكبار كلهم تقريبا متزوجين يعني. يعني فاطمة والأصغر والأصغر، ولمية وسرية وسعيدة، و يعني كنا في البيت بس بتذكر أيامها أنا وحسن وزينب. حتى حسن اتجوزت وأنا صغير كمان. يعني كنا تقريبا في البيت إحنا 3 أولاد وبنتين، اللي فضلنا في أكتر وقت مع بعضينا في البيت. ف يعني اوضه لماما وبابا، واوضه ليكم انتوا الولاد، اوضه كبيره. وانما يعني زي ما انت كنت بتقولي كان في بركه، وكانت الناس كان في بساطه، يعني ايام مختلفه عن الايام دي. قول لي وصلت لسنه كام في التعليم الاساسي قبل ما تسيب؟ على سن ال 18 تركت المدرسه. يعني وصلت للثانويه العامه؟ الثانويه العامه ما كملتش بعديها. لا. رحت بعدين انا من قبل، أنا عمري 15 سنة دخلت المعهد وصرت أدرس بعود، وابتديت أروح المدرسة وأروح المعهد، وبعدين أروح المدرسة وأروح المعهد، وبعدين بعد الأحيان بعد الظهر أشتغل علشان أطلع فلوس وكده. لما دخلت استوديو الفن تركت المدرسة وتفرغت للاستوديو الفن وقتها 88 وكفيت. ما كملتش تعليمك؟ و أنا ما بعتبرش إني ما كملتش تعليمي، اتخصصت في المجال اللي أنا بتحبه. عايز أشتغل فيه. بس ماما كان نفسها تشوفك دكتور أو مهندس زي كل أم وأب، زي ما أنا كنت بتمنى لأولادي. أهلي طبعاً كانوا يتمنوا أن أعمل أخلص وأعمل مهندس، أعمل حكيم، يعني ما كانتش واردة الفكرة أن أنا حغني. فلما ابتديت اترنيت علقة الأول، اترنيت علقة من ماما
فاكر؟ لا مش من ماما. في مرة كذبت على أبويا، قلت كنت جاي من المدرسة وجايب الشهادة. فأبويا كان أي حاجة بقول له هي يصدقني يعني، وأنا مرة كاذب عليه. فقال لي إيه؟ قلت له لا أنا ناجح. وهربت. وهربت من قدامك. هربت علشان ما يقول لي دين الشهادة. شهاد. فهو كان بالليل قاعد مع بنت خالي، وابن خالي معايا بنفس الصف، فهو راسب وأنا راسب. فبتقول له مرت خالي لأبويا أنه عرفت رسب محمد وحسين؟ قال لا محمد ربح عني أنا نجح. قالت لا هما الاثنين رسبوا سقطوا. فجاء البيت وراح رنك علقة. أكلنا علقة. دي المرة الوحيدة يمكن أبويا بيمد إيده علي، يعني هو كف، بس الكف ده ما بنسافع عمري. ويعني كف لولد أنت عارفة يعني، مش ضرب كف يعني اللي هي كده بس، بتأثر علشان كان يعني ليه مكانة خاصة. اتعلمت انه ولا عمري يعني. بعدين انا كان عندي حاجة ان مثلا بعض الاحيان ابويا لو زعل مني اقول طب ما يضربني مثلا وخلاص، علشان ما كنتش احب اطلع بوشه ولاقيه حزين او مثلا كاشش فيا او عايزه يفش خلقه يعني بالزبط. زي ما بتقول. فكان ابويا من النوع اللي في يمكن انا في كتير اشياء منه انه ما كتير بيحكي، يعني ما كتير بيشكي عن كل اللي هو موجود بداخل. كتوم. اشترى لك العود بكل معاشه، وهو ما كانش عايز انك تبقى مغني، يعني زي اي اب وام كانوا عايزينك تكمل تعليمك. ازاي اقنعته ان هو يشتري لك العود؟ لما شافني مصر وانا صرت عم بروح على المعهد وانا لسه بالمدرسه ودايما في البيت يعني اغني، وشاف انه خلاص يعني الواد ده ما فيش منه فايده، قال اجيبه له وهسكته. فحب يعمل يعني. كانت مفاجاه ولا مفاجاه؟ صدقيني ما كان عندي علم. اوصف لي شكلك كان ايه وهو داخل عليك شايل العود. لا طبعا فرحه كانت يعني من يعني ما اقدرش اوصفها لحد، ان انا اجاني العود اللي انا بحلم بيه. ان بيوم الايام يكون عندي بملكه لالي، ولانه كنت روح على المعهد لاتعلم عود اتعلم، بس ما في عندي عود بالبيت لا تتمرن او اتمرن عليه. فطبعا الحاجه اللي كانت يعني صعبه ان مثلا بعد تتعرفي بالمعهد نبتدي نتعلم السلم الموسيقي، يعني دو ري مي فا سول لا سي، واللي هو يعني ما بنعرفش لسه ما بنعزفش اغاني. فجيت على انا معايا العود، قال لي ابويا يلا دق لي غنوه. ادق غنوه ازاي؟ مش عارف. هو فاكر حرام ان انا خلاص يعني طالما انا بروح المعهد يعني خلاص اقعد اعزف زي فريد اطرش يعني. الله يرحمه. اول اغنيه عزفتها له كانت ايه؟ اول غنيه ابتدينا نعزفها في المعهد بتذكر كان وقتها اهواك لعبد الحليم لعبد الوهاب، من الأغاني اللي ابتدينا أول حاجات كده نعزفها. تخيل إن أنا عمري ما سمعتك بتغني مصري. مع العلم أنا على مصر دايما مغني مصري وعندي أغاني مصري كتير. في مثلا اللي هنا بمصر جدا بيحبوها اللي هي ست الستات يا مصرية، اللي هي مثلا دايما مطلوبة بالأوبرا وبالحفلات، وبالإضافة مثلا وإن كان علي اللي عملتها من زمان. فاكرها وإن كان علي. بس عمري ما سمعتك لا بتغني لعبد الحليم ولا فريد ولا ام كلثوم. عمري ما سمعتك بتغني حفلات. بتغني حفلات اهواك؟ لا مش اهواك ولا مره غنيتها بحفله، بس مثلا من الاغاني اللي غنيتها بحفلات بالاوبرا، حتى مثلا اوقات مر مقطع من دمعة حزن، اوقات مر مقطع من يعني مقاطع من بعض الاغاني من موعود، اوقات نفسي اسمعك بتقول اهواك. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت تبقى فداك لو تنساني وأنساك. الله. اتكلمنا عن حرامي البطيخ، كلمني دلوقتي عن حرامي العربيات. يمكن لما كنت أسرق سيارة لخي مظبوط كنت بعدني وحتى ما كنت بعرف سوق، واخدت سياره لخي حسين اللي اكبر مني. بتاخدها عشان تتدرب على السواقه ولا بتاخدها علشان تاخد لفه انت واصحابك؟ انت عايز اتدرب على السواقه،
فكان المكان اللي هو بيوقف العربية كان في ساحة كبيرة ومكان ممكن أقدر أروح واجي وأتعلم على العربية. فأنا أخذت المفاتيح وأخذت العربية فعلا. آه طبعاً واخدنا علقة بعدين. كلت علقة سخنة مرة واحدة يعني؟ من خي أكتر من مرة، بس إنه هيدي المرة كمان العربية. آه من خيك اتضربت أكتر من بر. أنا دايماً مشاكل أنا وهو. ده اللي أكبر منك على طول؟ أكبر مني. سلمت عليكي الأغنية اللي أنت يعني تعبت على بال ما تعملها وقدرت أنك أنت تشتغل وتجمع لك القرشين وتسجلها، ما نجحتش، بس نجحت أنها تخليك حسن وحسين وعلي ومحمود وأحمد، فاكر؟ ألو؟ آه لما ابتدينا علشان نعمل يعني إذا بدك يعني نعمل الغنية زي ما بيقولوا دلوقتي ضجة إعلامية. فابتديت تلفن على الإذاعة واطلب الأغنية أنا أكتر من مرة علشان يبين إن في ناس بتتصل علشان تطلب الغنوة. أيوة مظبوط، بس ما نفعش. كانت محاولة مبسوط فيها لأنه ما بعتبرها، هلأ طبعاً ما كانت ناجحة ولكن كانت تجربة لابد منها ببداية مشوار. مؤكد دي البدايات دايماً كده. عبد الحليم حافظ بدايته ما كانتش ناجحة. كلمني بس عن الإحباط وقتها، إزاي قدرت إنك تتجاوزه وتكمل؟ ما أحبط لأنه كانت يعني ما كنت أنا حدا كتير ناجح وعملت شيء فشلت فيه، يعني كنت أنا حدا مبلش جديد وعم بجرب أنه يعمل شيء ببداية مشواره الفني. حاولت بهيدي الأغنية وما كانت ناجحة ولكن ما أحبط، بالعكس رجعت كررت المحاولة بأغنية تانية بعد سنة تقريبا بسنة 86 أو 87. أغنية إيه؟ اسمها يا رمال. دي اللي ماما بعت السلسلة عشانها؟ أغنية باللهجة كده صعيدية شوية. وحتى الغنوة دي يعني تعرفت على يعني على صعيد المنطقة أو الأحياء اللي نحن موجودين فيها، ولكن كمان رجعت عملت قصيدة بسنة 87 قبل استوديو الفن كانت يا جارتي اسمها، وبعدين دخلت استوديو الفن. قصيدة بالفصحى؟ لا قصيدة هي نحن بنقلها قصيدة ولكن هي زي موال طويل، يعني زي فكرة اللي بيقدمهم أستاذ وديع الصافي. أيوة. لما ابتديت تغني في الملاهي الليلية في النايتات، والدك ووالدتك عرفوا أن ابنهم ابتدى يغني في الصلاة ولا غنيت من وراهم؟ لا أول ما ابتديت ما كانوش عارفين. ابتديت أغني كده مثلاً نادي ليلي كان بعيد تقريباً، أنت بتعرف المنطقة، بمنطقة معاملتان شارع الهارم. كان هناك كله نوادي ليلية يعني جنب بعض، فروحت ابتديت أغني. بعدين عرفوا الأهل من الإذاعة صاروا يقولوا اسمي، بس طبعاً أغني من غير ولا أي فلوس ولا أي حاجة. وقتها يعني كنت محمد؟ لا أنا أول غنوة عملتها سميت عاصي، أول ما كنت في المعهد طبعاً محمد، بعدين لما سجلت أول غنوة وسميت عاصي. وقتها توفى عاصي الرحباني الله يرحمه، وكان الاسم مقتبس من اسم عاصي الرحباني، وبنفس الوقت مقتبس النهر العاصي اللي هو بينبع من بعلبك من سهل البقاع وبيمشي بعكس الأنهر، يعني هو النهر الوحيد في العالم يمكن صح اللي هو بيطلع طلوع ما بينزلش نزول. عاصي بقى هتقول ايه بالظبط. سؤالي بصراحة شديدة، غيرت اسمك لعاصي علشان تغني عند كل الطوائف؟ لا ما كانش المقصود هو كرمال الأديان أبدا. فهمت سؤالك، لأنه نحن بوقتها بالفترة هيدي سنة 85 كان في حرب أهلية وكان في حرب للأسف هيدي أسوأ حرب مرقت على لبنان اللي هي كانت وقتها بين المسلمين والمسيحيين، وهيدي كان يعني أسوأ شيء، وهيدا يعني نحن مفروض نستحي من هيدي الحرب. فكان كل الفنانين بيحاولوا يغيروا أسمائهم. لا بس أنا ما غيرتش اسمي علشان محمد ولا لا، هو كان بس من أن اسمي فني، يعني اسم يكون فني أو مألوف. أحياناً الظروف بتحكم علينا غصب عننا، ممكن نبقى حابين اسمنا جداً بس عايزين نحمي نفسنا برضو، عايزين. وانت تعرضت لخطف. تعرضت لخطف أيام الحرب الأهلية. أنا سنة يمكن 86 أو 87 كنت أيامها ابتديت أغني يعني بس قبل المرحلة بتاعت استوديو الفن.
اتخطفت عندك 16 سنة كان تقريبا بالظبط. ارجع لليوم ده واحكي. انا وكان معايا شاب هو اكبر مني، هو كان سايق، كنا موجودين في الجبل ونازلين على بيروت ساعة يمكن الفجر، كنا نطلع على الصيد، وفعلا اتخطفنا نحن الاثنين. اتخطفتوا ازاي؟ طلعوا عليكم ناس يعني لا بسلاح؟ لا لا لا، كان ايامها حواجز. حاجز يوقف. انت منين وانت منين، هويات اللي هو الاي دي يعني، والهويه مكتوب فيها محمد مش عاصي. محمد طبعا. دي اول مره بتكلم في الموضوع ده. طبعا دي ظروف كانوا كل اللبنانيين عايشينها، مش بس يعني وحتى كل الاطراف يعني. ايام الحرب الاهليه وايام خطفونا، ما هو كان في من الناحيه الثانيه كمان ناس بتعمل كده، مش بقول ان انا يعني. فكان الغلط من كل الاطراف، من كل الاطراف. ففعلا اتخطفنا وفضلنا حوالي 24 ساعه واهلي ما معهمش خبر. اهلي فاكريني في الجبل وانا مخطوف، خدي على علقه يعني على خبيط. فكان يوم من اصعب ايام عمري، من اصعب ايام عمري. 16 سنه يعني كنت مرعوب؟ مش مرعوب، تخيلي انت واحد 16 سنه يجي مثلا مسلح بيضربه بيقول له قول انت بالحزب الفلاني، يا عم انا مش بالحزب الفلاني، لا انت بالحزب الفلاني ويضرب يعني. دي من الحاجات الصعبه اللي وفضلنا ومربطين بالكلبشات اللي هي للخلف كده. والمشكله الكلبجات دي اللي بيعرفوا في الموضوع هيعرفوا، لما بتشديها ليها زي اسنان بتمسك في الايد زياده. فانا على كتر التعب وكده شديت فيها، قامت مسكت على ايدي، فابتديت اعيط، يا عم وسع لي كل ما اعيط اقول له وسع لي دي اكل علقه. فده كده احنا كده عشنا. سابوك ازاي؟ سابوني بعد حوالي يعني احنا اتمسكنا الساعه 6 الصبح لغايه الساعه شي 4 بالليل الفجر تاني يوم. بيقوم بتشيلونا اثنين انا ما طبعا ما كانش معايا الشاب التاني، اخدوه مكان تاني. بيقول لي قوم انت ادمي، بس انا ومحجوز. انا كنت بسمع ناس بتضرب وناس مش عارف ايه وناس وناس وناس، قلت الله يستر ده انا اكيد اخديني مش عارف فين. فقعدت اعيط يعني، فامني بعطني كده في القميص من ورا، ورحت على المكتب بتاع اللي هو المسؤول عنهم. قال لي خلاص امشي انتوا اوادم. فانا لما قال لي كده طبعا ارتحت، بس بنفس الوقت قلت له بص عملوا ايه؟ قال لي هتمشي ولا ارجعك ولا ترجع تاني؟ قلت له لا انا عايز امشي. الحمد لله على السلامه، ربنا ما يعدها ايام يا لا رب. طبعا دي أسوأ ايام مرقت علينا اللبنانيين، اللي هي المرحله دي اللي هي تخيلي انت مثلا بتتحجزي علشان انت مثلا من المنطقه، ان كنت من الشرقيه او غربيه، بس انت علشان جايه من الغربيه تتحجزي علشان رايحه الشرقيه، ولا مثلا او العكس. فدي مراحل. علشان كده انا دايما بحكي بموضوع نحارب على قد ما بنقدر، ان كان بلبنان او ان كان بالمنطقه العربيه، موضوع الطائفيه. انا بعتبر الطائفيه هي جرثومه ممكن تدخل اي مجتمع تفسده، اللي هي الطائفية. وشوف اللي حصل بكتير بلاد عربية، اشتغلوا إذا ما كان على الطائفية اشتغلوا على الخلاف ما بين الناس كأحزاب. أو ربنا يحمي لبنان يا رب. فلبنان دايما أنا عندي هيدا القلق من موضوع لما بشوف الشباب أوقات بتتحمس، واللي بيحكوا بقصة الأحزاب وما الأحزاب. يا عمي أنتوا ما شفتوا اللي شفناه، ما شفتوا الحرب اللي عشناها. مرقنا بأيام سوداء وأيام صعبة وعصيبة. لبنان الحمد لله يعني خالق أجيال كلها وعي وثقافة ولكن للأسف في أجيال ما شافتش اللي حصل، ده اللي أنا بتكلم عنه. وإن شاء الله ما يشوفوهوش. إن شاء الله ما بيشوفوه، علشان ما شافوش بقول لهم يعني لازم يكون في وعي أكبر، لازم يكون في انتباه أكبر وأكتر. تتفقوا على حب لبنان. بالظبط. إيه اللي راح من محمد وكان نفسه عاصي فيه؟
يمكن أيام الولدنة هي الطفولة، البراءة. إيه، لأنه من نحنا وولاد يعني ما عشنا هيدي الطفولة اللي كان لازم نعيشها. كون أول شيء لأنه بحس حالي كبرت أنا بأصغر من عمري اللي لازم أكبر فيه، هاي شغلة. شغلة تانية، الحرب سرقت منا طفولتنا والبراءة اللي نحنا كان لازم نعيشها. معك أستيكة، عارف الأستيكة؟ حي بالضبط، معك محاية. المبدأ اللي محمد محاة كان معتقد إنه هو صح، ومع الوقت ولما كبر وبقى عاصي لقاه مش ماشي عليه. صدق إنه ما في معتقد أو مبدأ كنت بحياتي أنا أعتمده، وصلت لمحل قلت يا ريت ما بعمله. يعني إذا بدك من الأشياء اللي للأسف بتأسف، يعني ما رح غيرها بس بتأسف إنه بزمننا هيدا هو صار اللي بيكون طيب هالقد بيعتبروه إنه هو يعني ضعيف، مش إنه إيه ضعيف أو إنه ما يعملولوش حساب. بالضبط، أنا بطبعي كتير طيب لدرجة ما فيك يعني ما بعرف أحقد، ما بعرف مثلا حتى لبعض الأحيان في البعض بيغلط بأشياء معي، بعد فترة لما بشوفه بجرب اتناسى، يعني ما بقدر إنه أحقد وبطل أقدر أحكي معه بحياتي. بتجرب تنسى ولا بتكون ناسي فعلا؟ بتناسى، ما بنسى، يعني بشوفه بتذكر كل شيء بس بتناسى، لأنه بحس إنه بهذا الزمن اللي عايشينه إذا بدنا نوقف عند كل شيء أخطاء الناس بيبطل في عنا أصحاب بالمرة. هتعيش لوحدك؟ مظبوط، للأسف. خليني أقول المشهور والناجح حتى لو هو الصغير غصب عنه بيبقى كبير العيلة وبيبقى مسؤول عنهم من غير فراق ومن غير أحداث. هو انتبه من الكبير زي ما انت قلتي، مش بالضروري بالعمر، ولكن لازم يكون دايما قوي قدام العيلة، لازم يكون دايما عنده القوة، ولكن هيدي القوة مش يعني هو بينه وبين نفسه ما بيكون إنسان عنده نقط ضعف بنفسه بيشوفها. يعني مش يعني أنا ياما بالليل أنا يمكن قدام إخواتي ما بكيت، بس يمكن ياما بيني وبين حالي بالليل اتذكر وأقعد أبكي، ياما كنت بخاف من الفراق، وأكيد عندي صار مثل ما بيقولوا هيك إحساس بالمسؤولية زيادة؟ الإحساس بالمسؤولية موجود من قبل، من أيام كانوا أهلي يعني بعدهم بعزهم. طيب قادر تبد على العيلة أصلها ما شاء الله كبيرة، يعني أنا بتكلم في 13 أخ وأخت و80 ابن ويمكن 250 حفيد، أنا مش قادرة أصدق الرقم اللي أنا بقوله. ما شاء الله قبيلة لوحديكم، قادر تبد على كل العدد ده؟ قادر انك انت تبقى المسؤول الراعي اللي بتسال على ده هلا اي حد منهم بيصير عنده مشكله بيكلمني، بكون حده. ان احنا بالنهايه عائله مترابطه، يعني رغم كبر العائله ولكن يعني بس انما مش دائما بنتلاقى، مش دائما بتشوفينا كلنا مع بعض. مثلا بقصد بعض الاحيان برمضان، مثلا شهر رمضان، انه يكونوا كلهم، لانه كثير كبيره اذا بدك مع الاحفاد ومع ما شاء الله جوزهم ومع اولادهم 250 يعني ما شاء الله. فمنحاول بس في مكان يلمك، يا كان لازم اعطيكم صوره تحطوها، هناخدها عندي بالمزرعه وقت بعمل الافطار. بعمل افطار بيكونوا تقريبا الكل، بس صعبه تحفظهم كلهم ولا ايه؟ لكن لما اشوفهم بعدين اوقات الاولاد الصغار بنسى اساميهم، الصغار اللي بكون مثلا الان في اوقات بيخلق اولاد بعد انا مش شايفهم. ايوه يعني انا بكون مسافر مثلا، اوقات بيجينا احفاد، يعني احفاد لاخواتي، عرفتي كيف؟ انا مثلا بنت اختي مجوزه وعندها اولاد، واولاد اولادها مجوزين صاروا، يعني عرفتي كيف؟ يعني صار العائله كثير كبيره وكثير، فصعب لما بشوفهم دغري اعرف هيدا بمين وهيدا بمين.
يقول لك يا خالو انا فلان. انت ابن مين فيهم؟ ابني ابني ابني. ايوه ايوه ما شاء الله. بس دي حاجه حلوه. الغريب ان كانك ما تاثرتش بالعيله الكبيره، ما خلفتش غير ثلاثه، بنتين وولد. انا تاثرت بجدي، جدي عنده ولد وبنتين. لا انت قول لي، انا اتعقدت من العيله الكبيره فقلت مش مخلف غير ثلاثه. الزمن رغم انه كان ياما زمانهم كان يمكن كان الوضع قد الحال، وكان الأمور مش مثل أيامنا هلأ مادياً، ولكن أنا بحس كان في هداوة بال أكتر أيامهم. بحس إنه اليوم العائلة الكبيرة هي مسؤولية كتير كبيرة. كان زمان اللقمة الهنية بتكفي مية، يعني مش كده؟ كمان. بس بحس هلأ إنه مسؤوليات أكبر، رغم إنه يمكن الأمور المادية أسهل، بحس كتير مسؤولية كتير كبيرة العائلة الكبيرة. ربنا يقويك يا رب. وكتير مهم يكون في تواصل وترابط ما بين العائلة. بالبونت العريض، لو حتعنون لي فراق أبوك وأمك وعلي تحت عنوان واحد، جملة أو كلمة، حيكون إيه؟ فراق، يعني فراق كان فراق أليم بالنسبة لألي، فراق مليان وجع. تسمي الوجع؟ ايه. ربنا يديك طولة العمر يا رب. لأنه كتير صعب الفراق الأم، من كلنا بنعرف قد ايه هو صعب، والأب، ولكن كمان الأخ بالنهاية هو جناح يعني، وكان بعمر صغير كمان يعني، كان صعب بالنسبة لي. دايما الأحباب الله يرحمهم بيسيبونا، بس احنا بتفضل ذكراهم معانا لآخر العمر، تقول لروحهم إيه؟ يعني إيه؟ مش حشوفك من النهاردة، يعني إيه؟ الزمان الحلو عدى، يعني إيه؟ مش حشوفك من نهر رضا، يعني ايه الزمان الحلوة عدى، والليالي الحلوة فاتت، والزهور دبلت وماتت، والليالي الحلوة فاتت، والزهور دبلت وماتت، ونقطع حبل المودة، يعني ايه مش حشوفك من نهاردة. الله الله الله.